سمحتك ارحب بقى ب يعني استاذه متميزه ونجمه من نجوم التدريب والتطوير دكتور حنان عبد المنعم. برحب بحضرتك جدا جدا يا دكتور. اهلا يا دكتور ناديه, واهلا اهلا اهلا باستوديو 16. وحشتوني كلكم على فكره. انت وحشتينا بجد والله. الله يخليك. بعدين قعدت افكر انماط شخصيه والمشاكل ونقرا ازاي بعض ونقرا ازاي كمان حالاتنا النفسيه اللي بتتدهور واحنا بنتفرج على صور بعض. محتاجين قوي الموضوع ده على جدا فكرة. جدا طبعاً. وكل طبعاً. ما نروح حته نلاقي حديث الناس شيزوفرينيا. والله ايه ده, من انتم من انتم؟ ايوه انا عايزه اطلع اقول كده بقى, من انتم من انتم صحيح.